المجمع المقدس في القطائية في الإكليريكية يوم 9 سبتمبر تقريبا أو 10 سبتمبر عشان ياخدوا قرارات تت البطرك. يبتدوا يجمعوا الأساقف، محدش حضر إلا 6 7 بس. فالمؤتمر ده فشل. اتعمل اجتماع مجمع مقدس تاني، الأنبا توماديوس في الجيزة، بطريرة الجيزة، جمع الآباء الأساقفة، كل الأساقفة راحت وطلعوا قرار إن البطرك بتاعنا هو البابا شنودة وهيفضل البابا بتاعنا، وأي واحد هياخد مكانه محروم باسم الثالوث الأقدس. وأي تصرف لينا هنرجع للبابا شنودة. كان قرار مهيب. فابتدت الدولة تحس إنه لأ، إن الموضوع مش سهل. الموضوع ماشي. في الوقت ده في صحفي اسمه موسى صبري. طبعًا. رئيس تحرير الأخبار. الأخبار. كتب مقالة بيمدح السادات بالحاجات اللي عملها في الكنيسة. حكمة قرارات الرئيس. حكمة قرارات الرئيس. صحيح. ودوت القرار اللي خده ده أعظم من قرار حرب أكتوبر. لأنه وقد الفتنة. أعظم من أكتوبر. واستخدم لفظ وقد الفتنة في مهدها. في نفس الوقت واحد تاني اسمه طلعت يونان كتب مقالة تت البابا شنودة وتت الكنيسة في الأهرام. والحكمة لقينا المقالة نزلت وفي آخر قرنان آخر صفحة في الوفيات النعي بتاع طلعت يونان. في نفس المقال في نفس القرنان ده موجود. عرفنا ان ربنا بيتدخل. ليا النقمة يقول الرب. ربنا بيتدخل. يا ربنا بيقول مالكوش دعوة انتوا، سيبوا كل حاجة وربنا هيتدخل. صحيح. وربنا فعلا يتدخل، واتدخل بقوة.